نروح مع حضراتكم دلوقتي كمان لجزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قال فيها إنه التحدي دايما بيولد فرصة وليست يعني عقبات تماما مثل ما يتصور البعض، مؤكدا سيادته إنه قطاع الصناعة بالكثير من الفرص لمن يرغب في استغلالها دون تضييع وقت. اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي موجودين معانا هنا من رجال الصناعة، واللي احنا بنقول ان احنا مبقاش عندنا وقت نفقده اكتر من كده في الدراسات. في ايه؟ في الموضوعات المحسومة. في الموضوعات المحسومة انت تفتكر في حد هياخد طاقة ارخص من الطاقة اللي انت تاخدها في مصر؟ لا بجد، لا فاهم، مفيش غاز او كهرباء. انت عارف ان لو سعرت الكهرباء النهاردة على التسعير الحقيقي ممكن تضرب الرقم اللي بيدفع دلوقتي 10 مرات، يعني وده مش هيحصل. احنا حريصين على الاستقرار، استقرار كل حاجة. انا مش بقول كده برضو تاني عشان اللي بيسمعوني، بس انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي، انتوا بتضيعوا وقت كتير قوي وفرصة كبيرة جدا. واتصور ان اي تحدي موجود عندنا دلوقتي في مصر وخلال السنين اللي فاتت، كان انا اتصور ان التحدي بيولد فرصه، بيولد فرصه مش بيولد عقبه زي ما الناس متصور. لا والله، التحدي بيولد فرصه والازمه بتولد فرصه. لو احنا كان عندنا عندنا الاراده والاستعداد.